فاكر يا فارس حفلة زفافنا؟ ياه طبعا فاكر، وهي دي الليلة تتنسي أبدا يا أميرة؟ يا سلام، ده انت أضعف ذكرى شفتها في حياتي أصلا. طب لو شاطر قولي كانت في قاعة اسمها إيه؟ لا ده أنا هفاجئك وأقولك، إحنا فسرنا حروف اسم القاعة إزاي. حرف الألف أنا وإنت كنا طايرين فوق السحاب. صح، وحرف الواو وقت الحفلة كان يجي 4 ساعات وإحنا ما حسيناش إنه كمل نص ساعة. حرف الراء بقى رقصنا رقصة العمر وكل الناس كانت في منتهى الفرحة. والكاف كبنا العزول اللي كان هيفرقع من جمال الفرح. خلاص كده انت فاكر كويس قوي. كان اسمها أوركيدا النيل. فارس وأميرة عملوا فرحهم في قاعة أوركيدا النيل اللي على كورنيش دمياط. انتوا هتعملوا فرحكم فين؟